انتقالات رومارينيو ممكن تكون في الجهة اليسرى، بالفعل أصبحت هنا في الجهة اليسرى، ممكن هذه خطرة للاتحاد، لا زالت المحاولة. أول أهداف اللقاء للاتحاد السعودي في أول محاولة، في أول تهديد خطير على مرمى الوصل، ينجح الاتحاد في تسجيل الهدف الأول بعد عدة محاولات عدة تسديدات، لكن في الأخير ذهبت إلى الشباك، وبالتالي يسجل الاتحاد أول أهداف اللقاء. شوفها في الإعادة، هنا المحاولة التسديدة حارس المرمى، بعد ذلك في القائم الأيسر، ومن ثم عادت إلى أحمد بامسعود، ومن اللي تابعها خلنا نشوف هل كانت من رومارينيو أم لا، كانت من هارون كمارا. هارون كمارا هو اللي تابعها في المحاولة الأخيرة وسجل أول أهداف اللقاء. أسامة الآن بالقدم اليسرى إلى حسن إبراهيم، شانكلاي يحاول يسدد تسديدة، الله، يا سلام على تسديدة شانكلاي، تسديدة صاروخية ما شاف حارس المرمى عبد الله الجدعاني، وبالتالي هدف التعادل الوصل. حلوة كانت التسديدة من شانكلاي، تسديدة سريعة وقوية، شوفها في الإعادة، نقلات الوصل، بعد ذلك يا سلام يا شانكلاي، حطها في زاوية مستحيلة، سجل هدف التعادل للإمبراطور الوصلاوي. 1-1 أصبحت الأمور قوية جدا هناك في الجهة اليمنى، شوفها في الإعادة، يا سلام يا شانكلاي، مباغتة قوية سريعة، وبالتالي يعلن عن